مرحبا بكم من جديد معنا في تحرية 90 دقيقة. وبعد ما شفنا الشريط الخاص بمهنة الصيد وهذه الخرجة اللي قام بها فريقنا مع الصيادين من اللي خرجوا حتى اللي رجعوا، الآن رانا هنا في البلاتو راح نتناقشوا في هذا الموضوع الهام حول المهنة ككل مع السيد بلوط حسين، هو رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري. مرحبا بك سيدي، أهلا وسهلا. الشريط تتكلم على خرجة نتاع الصيادة، ومن خلال هذه الخرجة أنا شفنا وش قالوا الصيادين على صعوبتهم في المعيشة، في الإيواء، وبعد على العائلات ديالهم، ظروف قاسية بزاف وصعيبة. هي المهنة من جهة صعيبة والمردود تاني قليل، كي نشوفوا السعر نتاع الحوت يعني نتاع السمك في بلادنا غالي وما زال غالي، ماهوش في متناول الجميع. زيادة على هذا، أنتم كنقابيين واش تقدروا يعني تعلقوا على العمال واش كانوا يشتكيوا الصيادين؟ تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما في خص السؤال هذا اللي طرحت عليا، هما أسئلة كثيرة ولكن نجاوبك بالعادة. أنا بعد عطيتك بزاف معلومات مرة واحدة. نعم، فيما يخص البحارة ما يخفاكش عندنا 1284 كيلومتر سواحل، عندنا 31 من صيد بحري، عندنا 194 نوع من الأسماك، 600 نوع من الطحالب. علاش الحوت راهو ناقص؟ الحوت علاش ينقص؟ كاين أسباب ومعروفة ويعرفوها كل، ورانا ديما نهضرو كيما على سبيل المثال التالوت. نعم. محطة تصفيه المياه هادو واحدة ما راهي تخدم، راهم كل حابسين. عندنا سواحل ملوثة، والأسماك اللي تري سونسيبل، البواسون تري سونسيبل لا بوليسيون، ما يتحملش التالوت هذا، يهرب من السواحل تاعنا. المنتوج ينقص وهو غير ينقص. البحارة راهم يعانيو، كاين لي زالوكاسيون ما يديوهمش، كاين لي لافام وفاي ما يديهاش، والبحارة كتشوف خرجتو معاهم وحكيتو معاهم وسمعتوهم راهم يعانيو، واحد ما سمع بهم. بون، والمعدات ثاني غالية يعني ما يقدرش يلحق. الشبكة اللي كانت تدير 80 94 مليون في الربع 150 مليون، صح صح. لي موتور كانت مؤسسة الموانئ لي كوريب هادو كانت تخدم في 14 ولاية ساحلية، راحوا جيسوت دراهمهم راحوا، الماتريال راح، واحد ما حاسب واحد، واحد ما على بالو بواحد. درك البحار كيسحق بياسة بكري، الدولة حطت ملايير تاع دراهم. كان البحار اللي يحب يشري حاجة يروح لي كوريب يشريها. نعم. درك لي كوريب هادو غلقوهم، جيسوت فايت الكل. هادي زيد كاين مؤسسة تير موانئ الصيد البحري هادي اللي راهي على مستوى الوطني. نعم. باش تسهل المهنه للبحار وتعاون وتعطي لي بوستاكي ودير، حنا نشوفوا فيهم راهم يديروا في الترافيك وعلى بالنا في كل شيء راهم يديروا، وما راهمش يخدموا في خدمتهم. وطالبنا رئيس الحكومه من رئاسه الحكومه باش تقلب مؤسسه تسير موانئ الصيد البحري الى مديريه الى وزاره الصيد، ما تخليهاش في وزاره النقل. نعم. وزاره النقل تاع التجاره والاخرى تاع الصيد، لازم تولي للصيد البحري ويديروا في المشاكل، يطاكسيو في البحاره ما يخليوش البحاره يدخلوا، يحقروا في البحاره. هاد مؤسسه تسير موانئ الصيد البحري هادو هي اصلا المهنه صعيبه، المهنه صعيبه يعني من فوق. وزيد والقوانين كاينه، تطبيق تاعها يجيب ربي. بون، نعطيك على سبيل المثال لابيشرينا، واش قاعده دير مستير موانئ صيد البحري؟ لانفورما اللي يتبع قدام لابيسري من 2 تاع الصباح ل 8 تاع الصباح يفضوا، كي تحل الاداره الجماعه يفضوا، هادو اللي يطلعوا المشاغل في الحوت، هادو هما في كل القطاع، هادو هما اللي قاعدين يطلعوا في الاسعار. سيدي بارون دو سيكتور لابيش هادو تاع لانفورمال هادو. حنا وجهنا دعوه لوزاره الصيد باش يبعثوا لنا المديره يعني تاع لابيشري، لكن ما ردوش علينا. هذيك الله على بالك. بون، انا شخصيا باش نقول فقط باللي احنا عملنا التحريات تاعنا وما جاوناش، حبينا نسمعوا منا ومنا باش نعرفوا يعني تحروا الحقائق، هذا هو الهدف تاعنا. وزيد واش قلنا لهم؟ قلنا نتحداهم لا كان في اي ميناء في 31 ميناء صيد بحري هذه كاينه سياره اسعاف وكاين طبيب وممرضه باش يداويهم. لا صح، شفناها في الريبورتاج. نعم، 31 ميناء ما كانش، كانوا بكري كاينين، كانوا كاينين واحد الوقت، الضو ما كانش، الماء المسوس ما كانش. هاد المواني جدد اللي داروا هادو، هاد مؤسسة تسير مواني الصيد البحري. نعم. اللي لو جي بي بي هادي باش دير لما مونيزي ان شاربونتي ان سودور ان تورنور ما كانش، يحطوا لنا لي ريستورون لي غارغوتي لي سال دي فيت. نعم. هذا قطاع صيد بحري ومش قطاع سياحه، صح، ميناء تاع صيد بحري لازم هذا الشيء هذا كامل. هما تهضر معاهم يقول لك اهضر، حنا ونهضروا. انت كنقابي دورك، هل صوتك وصل ولا ما وصلش؟ يوصل ويسمعوه، ولكن حياه المنتو نادي
معليش حنا نزيدوا من خلال برنامجنا التحريات نحاولوا حنا ورينا للمشاهد ماشي على الصيد. احنا باذن الله رانا بالتنسيق مع وزاره الصيد ومع غرفه الصيد البحري. نعم. كان لي الشرف استقبلني وزير الصيد، حكينا هكذا على امور هكذا تخص قطاع الصيد البحري، وتفاهمنا باش ننسقوا مع غرفه الصيد ومع مديريه الصيد تاع بومرداس باش نديروا ثلاث ايام تاع البحر في بومرداس، ونديروا تسمى جور ناسيونال، يعني ملتقى ديروا ملتقى وطني في بومرداس 25 26 27 28 جوان. وفي رايك ملتقى يعني يقضي فيه 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 جراي نجيبوا خبراء علماء يفهموا يزيدوا يوضحوا، نجيبوا دي زاسيرونس كيما انا كان عندي السمانه هذه اللي جازت راني مديت مع صفقه مع لاكام هذه. أيه. البحر بكون غدوه الله لا يقدر يموت بحر في العامل ولا هذا الشيء هذا شركة تأمين هذه العائلة تاعو تمد لها 50 مليون ديجا. البحر راهو كيما الفنان ما عندوش ستاتيو وما عندوش أسيرونس. ما عندهمش، رانا نطالبوا في ستاتيو، رانا نطالبوا فيه إلى يومنا هذا. الحوت ناقصة، قلنا كاين يصيدوا بشباك ثاني، نحكيو شوية على بعض البحارات ثاني يعني يصيدوا بشباك محرمة دولينين على بالهم لي ديريفون يفهموني كي نهضر، لي فيلي انفيزيبل، لي فيلي بيلارجيكا كار. الديناميت هذيك من 2006 حنا نهضروا إلى يومنا هذا، هما عيطوا لها السلعة. حكمناهم قلنا لهم راكم تخربوا في الشيء اللي عطانا ربي راكم ديروا فيه، وراها البيولوجيه هذه خدات الوزاره قرار بلي تحبسها، دخلت في التنفيذ في شهر ماي هذا باش تكاثر الاسماك درك كي بعد تحاليل وديروا شيرش منا بار دي زيكسبير وهذه العالم كامل يدير لوروبو بيولوجيك. حنا هذا العام هذا بدينا فيه وبربي ان شاء الله راه كل واحد يحط حجره 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 وتولي المياه الى مجراها ان شاء الله. انا نقول لك تمنى لك التوفيق، علاش خاطر شفناك انك انسان صح متحمس يعني كنقابي وراك تحاول تقدم شيء، يعني حتى نتمنى يعني ينجحوا الصيادين ويعيشوا احسن، لكن حتى هما يحترموا القوانين الدوليه وما يصيدوش الحوت الصغير وما كاش لا ديناميت لا محارق لا والو. ان شاء الله ان شاء الله ثم ثاني ربي يقدرك انت والقطاع تاعكم انه يتحسن الوضع تاع السمك في بلادنا والصيادين يلقاو ان شاء الله ما خير، وان شاء الله نوصلوا بحل ونعاود نستضيفوا كذا خرجتوا بحاجه بنتيجة. وحبيت نزيد نوجه نداء، تفضل كون ما يقلبوناش وزارة مؤسسة سير مواني الصيد البحري. نعم. كون ما يقلبوها الناش من وزارة النقل إلى وزارة الصيد البحري، رانا رايحين لإضراب وطني وراء الانتخابات وبالطرق القانونية والسلمية. نعم. باش يقلبونا، وهذه مؤسسة سير المواني راهي من غزاوات العنابة راهو الشيء اللي راهو صاير ما يعلم به غير ربي سبحانه، وتزيد هي باش تعاون القطاع قاعده تزيد تغرق في القطاع، القطاع ديجا غرق وهما يزيدوا يكملوا عليه. صحيح. ما نطالبوا من رئيس الحكومه باش يقلب مؤسسه تسير مواني الصيد البحري تقلب وزاره الصيد وترجع لليمنيه الى مجراها. وهذه نداءك راه وصل ان شاء الله، وحنا ان شاء الله الا قدرنا راه نجيو نعملوا تغطيه إعلامية باش نشوفوا الأمور وين راحت. رامي يجيو على مستوى الوطني في بومرداس تتلاقاو مع البحارة مع رؤساء السفن مع ربان البواخر وهذه. شكرا جزيلا سيد بلوط حسين، شكرا خدينا من وقتك وبارك الله فيك اللي شقيت حتى لهنا وحضرت معنا، نتلاقى بك في فرصة سعيدة إن شاء الله. بارك الله شكراً. فيكم ويعطيكم الصحة.